أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذه النشرة المفصلة من تلفزيون لبنان. مساء الخير. أعلن وزير المالية الفرنسي استعداد بلاده لمساعدة لبنان في الأزمة المالية، وكان الوزير الفرنسي يتحدث على هامش مجموعة العشرين التي التأمت في الرياض، وقال وزير المالية السعودي إن بلاده تنسق مع بعض الدول المعنية لمساعدة لبنان في أزمته المالية على أساس الإصلاحات المطلوبة. وفي الجهود المبذولة لمعالجة الأزمة تحرك لوفد الصندوق النقد الدولي ومباحثات مع الرئيس بري الذي شدد على موافقة لبنان على الإصلاحات اللازمة. وإلى الشأن المالي، استمر الاهتمام بالإجراءات في مواجهة وباء كورونا، وبرز في هذا السبيل إجراءات في مطار رفيق الحريري الدولي بتوجيه من رئيس الحكومة. وفي هذا السياق يعقد مجلس الوزراء جلسة الثلاثاء عند الواحدة من بعد الظهر في القصر الجمهوري للبحث في التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا. وفي مستشفى رفيق الحريري الجامعي الذي سيصدر بيانات يومية، فقد أشار في أول بياناته عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا إلى أنه استقبل خلال 24 ساعة الماضية منذ ليل أمس 25 حالة في الطوارئ المخصص لاستقبال الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا، خضعوا جميعا للكشوفات الطبية اللازمة ولم يحتاج أحد منهم إلى دخول المستشفى. وأشار في التفاصيل إلى أنه يوجد حتى اللحظة 7 حالات في منطقة الحجر الصحي، غادر 2 منهما المستشفى بعد توصيتهما بالإقامة تحت الحجر الصحي المنزلي لمدة 14 يوما، حيث تم تزويدهما بكافة الإرشادات وسبل الوقاية اللازمة وفقا لتوجيهات منظمة الصحة العالمية. 4 منهم ما زالوا في الحجر الصحي داخل المستشفى بعد أن أجري لهم الفحص لمرة واحدة وكانت نتيجة المختبر سلبية. ما زالت الحالة الوحيدة المصابة بفيروس كورونا في وحدة العزل، وهي تتلقى العلاج اللازم بعد أن أجري لها الفحص المخبري للمرة الثانية وكان إيجابيا. وزير الصحة اطلع من الطاقم الطبي في مركز الوزارة على الحدود اللبنانية السورية على التدابير والإجراءات التي يقوم بها على المواطنين القادمين إلى لبنان، وتفقد التحضيرات في مستشفى الرئيس الهراوي الحكومي في زحله. تفقد وزير الصحة حمد حسن مكتب وزارة الصحة على الحدود اللبنانية السورية عند معبر المصنع للاطلاع على التدابير والإجراءات الصحية التي يقوم بها الكادر الطبي المكلف من الوزارة على القادمين إلى لبنان، كما اطلع على مركز الإسعاف الصحي التابع للأمن العام اللبناني على الحدود والدور الذي يقوم به والتجهيزات المتوفرة مع غرف الحجر. الوزير حسن تفقد التحضيرات في مستشفى الرئيس الهراوي الحكومي في زحل لاستقبال الحالات الطارئة القادمة عبر معبر المصنع وتأمين غرف العزل إذا لزم الأمر. وكان وزير الصحة قد أكد من بعلبك أنه تم إجراء فحوصات ل 27 شخصا من المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا، وقد أثبتت الفحوصات خلوهم من أي فيروس. وبناء على كشف اللجنة الفاحصة، نقلت سيارة مجهزة تابعة للصليب الأحمر اللبناني مواطنا من مدينة بعلبك إلى مستشفى رفيق الحريري الجامعي في بيروت لإجراء الفحوصات له، وهو كان من بين ركاب الطائرة الإيرانية التي اكتشف فيها أول حالة إصابة في لبنان. وكان وزير الصحة قد تابع موضوع فقدان الكمامات الصحية التي فقدت من الأسواق والصيدليات وارتفاع أسعارها. إلى ذلك، وبعد التواصل والتنسيق بين وزارتي التربية والتعليم العالي والصحة العامة وفي إجراء احترازي، تقرر الطلب إلى جميع من اختلط بالقادمين من إيران عدم الذهاب إلى المدارس والثانويات والمهنيات والجامعات إلى حين انتهاء فحوصاتهم المخبرية للتأكد من سلامتهم التامة من فيروس الكورونا. واليوم شهد مطار رفيق الحريري الدولي إجراء استثنائيا للوقاية من الأمراض سبق بها معظم مطارات الشرق الأوسط والعالم العربي عبر تركيب أجهزة حديثة بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء حسان ثياب الذي كان قد تلقى هذه الأجهزة. وأوفد رئيس الحكومة مستشار حسين قعفراني إلى المطار للإشراف على عملية التركيب، وذلك بالتعاون مع المدير التنفيذي لشركة خدمات المطار المهندس محمد شتيلة، وأفاد
فريق الصيانة في الشركة بإشراف المهندس محمد العموري، وتم تركيب هذه الأجهزة الحديثة التي بلغ عددها 22 جهازا على جميع الممرات المتحركة والسلالم الكهربائية في المطار لتعقيمها تلقائيا وبشكل دائم. ما مدى الخوف من انتشار الكورونا في المطاعم والمقاهي؟ ترافق الإعلان عن تحديد أول إصابة بفيروس كورونا في لبنان مع أسئلة عدة لدى المواطنين عن مدى انتشار هذا الوباء في المطاعم والمقاهي، وتحديدا عند الذين يدخنون الأرجيلة. فما هي النظرة الطبية لهذه القضية، وهل تشكل المطاعم أرضا خصبة لهذا الفيروس؟ الموضوع الأرجيلة هي موضوع خطر صراحة، لأنه اليوم أنت بتعرف النفس والريق، يعني قديش واحد هيقدر يعقم هذه الأرجيلة. نحن نعرف أنه بتنتقل نفس الأرجيلة من شخص للتاني، وعم بيتغير فقط الفلتر اللي عم ينحط على رأس الأرجيلة. من هون نقل المرض أو شيء، أي حتى لو أخذ الاحتياطات اللي لازم يخدها بيضل في ريسك كبير، وخاصة أنه المطعم والدخنة كل هذه المواضيع، هذه مواضيع مطرح خصب لتينمى الفيروس إذا كان موجود. ماذا يقول أصحاب المطاعم، وهل أثر الحديث عن الكورونا في لبنان على عملهم؟ بيقول لك ألف وألف مرة كورونا ولا وضع الاقتصاد اللي احنا فيه. نحن هلأ بفترة عم ننهار كلنا، يعني إذا مثل ما أنت عم تلاحظ ديش اليوم نحن عم نعمل عروضات عم ننزل، بعد يومين ثلاثة بتلاقي الأسعار كلها قبت، لأن حالنا عم نخسر. توقف للعالم، العالم مش عم تقدر تشتري وتاكل وما تشتغل، شو بتعمل؟ بتسكر وتفل. هلأ هن عم يحاولوا أكد ما فيهم أنه خلونا نحن نسكر، يعني بالعرب مش أبرح مين، ما بدي أقول لك أنا مين، بس بعرف أنا أنه بالقليل الدولة خليها تسيطر على العالم، يلي هي بيعلى شوية صغير الدولار من هون هن بيعلوا بعد زيادة. بعد الأزمة الاقتصادية التي أطاحت بما تبقى من القطاع السياحي، هل تأتي الكورونا وتكون الضربة القاضية لهذا القطاع؟ علي المصري، بيير البيع، تلفزيون لبنان. ذعر يلف العالم نتيجة توسع رقعة انتشار فيروس كورونا، والدول تتأهب لمواجهته. حالة هلع عالمية نتيجة استمرار تفشي فيروس كورونا بشكل مضطرد داخل وخارج الصين. ففي الصين ارتفعت حصيلة الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى 2400، وبلغ العدد الإجمالي للإصابات 77 ألف حالة. الرئيس الصيني شي جين بينغ أقر بوجود ثغرات في حملة مكافحة فيروس كورونا، مؤكدا أن الأزمة لا تزال خطيرة ومعقدة. وتابع: فيروس كورونا يعتبر أخطر حالة طوارئ صحية في الصين منذ عام 1949، هو أزمة ومحنة كبيرة بالنسبة إلينا، جهود السيطرة على كورونا وصلت إلى مرحلة حاسمة، تأثيرات الفيروس الذي ظهر في أواخر كانون الأول الماضي أمر حتمي على الاقتصاد والمجتمع الصيني، لكن سنحاول التقليل منها. خارج حدود الصين الوضع أكثر من مقلق، ظهور نقاط انتشار جديدة للفيروس في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا، وعدد الدول التي سجلت حالات حتى الآن بلغ 25 دولة، ولعل أسوأها إيران وإيطاليا التي أعلنت سلطاتها عن ارتفاع عدد المصابين إلى 130 حالة منتشرة في 5 أقاليم، ما دفع برئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي إلى إغلاق إقليم لومبارديا قائلا: المناطق التي تعتبر بؤرا للفيروس يمنع الدخول إليها والخروج منها، كما أعلن إقفال الشركات والمدارس في تلك المناطق وإلغاء الأنشطة العامة من مهرجانات ومسابقات وغيرها. يذكر أن البؤرة الأساسية تقع في مدينة كودونيو على بعد 60 مترا من ميلانو، أما البؤرة الثانية فتقع في بلدة في منطقة فينيتو. أما إيران التي أكدت عبر رئيس بلدية طهران إمكانية فرض الحجر الصحي على العاصمة في حال تواصل ارتفاع عدد المصابين، تواجه مزيدا من إغلاق للحدود بوجهها. فإضافة إلى تركيا وباكستان، أعلن كل من الأردن وأفغانستان منع القادمين من إيران من دخول البلاد كإجراء احترازي. التأهب لمواجهة الفيروس وصل إلى فرنسا التي أعلنت على لسان وزير الصحة أوليفيي فيران متابعة الوضع في إيطاليا عن كثب، معتبرة أن ظهور حالات إصابة جديدة في فيروس كورونا في فرنسا أمر مرجح للغاية.
وزير الزراعة والثقافة عباس مرتضى تحدث عن ما يتم التداول به حول موضوع الجراد في منطقة الشرق الأوسط وفي لبنان، مطمئنا اللبنانيين لما تقوم به الوزارة من إجراءات استثنائية في هذا الصدد. احنا أفدنا من منظمة الفاو أنه في انتشار بشمال أفريقيا للجراد، وبدأ في السعودية انتشار للجراد، ولكن بالأردن ما مثل ما انحكى في تأهب بالدولة الأردنية إذا في حال انتشر الجراد، كمان بدأوا بالعمل الوقائي، ولكن لم يكن في سوريا جراد ولا في فلسطين يوجد انتشار للجراد. أما فيما يخص لبنان اللي نحن بدأنا خلال يومين بغرفة الطوارئ، وغدا بيكون عنا اجتماع بهذا الموضوع لأخذ كل التدابير والتواصل مع رئيس الحكومة لو دعا الأمر، حتى نقدر نأمن المواد في حال وصول الجراد إلى لبنان. ولكن نحن منطمن اللبنانيين أنه لبنان هي منطقة غزو للجراد وليس بمنطقة التكاسف. في عين التين، رئيس مجلس النواب نبيه بري أكد أمام وفد صندوق النقد الدولي برئاسة مارتن سريزولا حرص لبنان على التزام الإصلاحات الجذرية المطلوبة على كل الصعد لضمان نجاح العملية الإنقاذية وعودة الثقة بلبنان، واصفا الاجتماع مع وفد صندوق النقد الدولي بالجيد. وكان قد عقد الاجتماع بحضور وزير المال غازي وزني ومستشار الرئيس بري علي حمدان، وكان عرض طويل ومفصل للوضعين المالي والاقتصادي. عائدات الأملاك البحرية إذا ما تمت استعادتها من قبل الدولة قد تشكل دخلا يساهم في حل جزء من الأزمة الاقتصادية. التحقيق لنيلة شهوان. 1068 مخالفة وتعد كانت موجودة على طول الشاطئ اللبناني، وعندما سلك هذا الملف طريقه إلى النيابة العامة التمييزية حوالي 300 مخالف قاموا بالتسوية والدفع، فيما امتنع أكثر من 700 عن الدفع. انقضيت فترة السماح يلي مسددين هن كل قليل جدا جدا جدا. المفاجئ كان انه المحامي العام التمييزي القاضي غسان خوري اعتبر انه هيدي المهلة ما بتعني اليوم انه الدولة اللبنانية تسترد املاكها للهدم للتصرف فيها بطريقة اخرى. فتح زمنيا هالمهلة واعتبر انه هول بيسوى يكون في مهلة اضافية لقرون، وهذا قرار مفاجئ يعني اليوم حيتهلأ من المحامي العام التمييزي القاضي غسان خوري. فتحها على فترة أوبن إيه يعني غير محددة بزمن، يعني هيدا اليوم القاضي ينفذ ويطبق القانون. وأكد عقل أن اليوم أموال هذه التعديات ممكن أن تشكل دعم للدولة اللبنانية في ظل هذه الأزمة الاقتصادية. إنه بهذه الأزمة الاقتصادية أموال هالتعديات ممكن تكون هي تمثل صندوق إضافي لمداخيل للدولة اللبنانية محتاجتها اليوم الدولة اللبنانية هذه الأموال يعني. والتعديات كتير يعني لما بنحكي من شمال لبنان لجنوبه مرورا بوسط مدينة بيروت، يعني خد الردم البحري يلي منفذ بسوليدار يلي هو نصه مخالف، غير قصة الإشكالية الموجودة على سوليدار بردمة للبحر بيروت، نص ردمية أيضا مخالفة، ونحن عم نحكي هون بحدود المليون متر مربع من الأملاك. بعطيكي بس فكرة انه هولي لحالهم فيهم يكونوا صندوق سيادة للدولة اللبنانية بحدود 20 مليار دولار. واشار عقل ان المطلوب قرار قضائي حازم على التشكيلات القضائية الجديدة اللي هلأ عم ينحكى عنها اللي ممكن بهيدي الايام تكون خالصة. لازم يتاخد بعين الاعتبار انه القضاء الجزائي ما في يتعاطى ما كان يتعاطى لسنوات وسنوات مع هذه الملفات، وهذا واحد منهم ملفات الأملاك العامة يلي معتدى عليها.
ما يطرح من قبل بعض الخبراء الاقتصاديين في لبنان حول بيع احتياطي الذهب لحل الأزمة الاقتصادية مستبعد جدا، والمطلوب إيجاد حلول أخرى لحل الأزمة بحسب الخبير المالي الاقتصادي دكتور أنور سوبرا في الصفحة الاقتصادية مع ندى الحوت. دكتور سوبرا، اليوم عم ينطرح يعني احد الخبراء الاقتصاديين طرح لحل الازمه الاقتصاديه في لبنان يجب انه نبلش نفكر نبيع احتياط الذهب. يعني ما مدى دقه هذا الموضوع، وهل الذهب بعده موجود بلبنان؟ من حيث المبدا لحتى نقدر نقارب هذا الموضوع بدنا نجاوب قبل على سؤالين. نعم. السؤال الاول بتعلق بالقانون اللي سبق إصداره، القانون رقم 42 صادر سنة 1986. نعم. على أيام فخامة الرئيس أمين جميل، بمنع استخدام الذهب بشكل مباشر أو بغير مباشر. ممنوع. ممنوع. هيدا. نعم. طلع في قانون عن مجلس النواب ومسجل بجريدة رسمية. نعم. وبالتالي هذا القانون اللي صادر ب 24 أيلول 1986 بتوقيع الرئيس أمين جميل، وحاطت عليه أنه بصورة استثنائية وخلاف لأي نص يمنع منعا مطلقا التصرف بالموجودات الذهبية لدى مصرف لبنان بصورة مباشرة أو غير مباشرة. على هذه أنا أخذها نص من المركز المعلوماتي القانوني بالجامعة اللبنانية، لأنه ما قدرت أحصل بسرعة يعني على المنشور مثل ما هو طالع من الجريدة الرسمية. نعم. لكن هو صادر بالجريدة الرسمية بالعدد 40 بتاريخ 2/10 سنة 86 صفحة 453 فموثق. يعني هذا مبطوط الأمر أنه هذا منه الحل. فهلأ يعني اللي بده يطرح هذا الأول الموضوع. لما بدي أقول أنا بدي أتصرف بالذهب بغض النظر شو نوع التصرف، بده قانون جديد من مجلس النواب يلغي هذا القانون ويسمح بالاستخدام مع تحديد شكل هذا الاستخدام. الشغلة الثانية، بيقدر يحصل على هذا الذهب اللي هو موجود من حيث المبدأ بأمريكا. نعم. هلأ المعلومات المتوافرة اللي هي موجودة سواء صحفية أو غيرها والمعلومات العلمية بتقول أنه معظم هذا الذهب أو ما يزيد عن 60% من هذا الذهب موجود بأمريكا. بالفدرال ريزيرف بأمريكا. نعم. هلأ في عندي أنا جبت عدد من المقالات المنشورة العلمية. نعم. في أكثر من جريدة وفي أكثر من موقع خاص بالذهب يلي بيقول أنه هذا الذهب. نعم. ايه؟ هيدا بس نمسك هيك. ايه؟ هلأ. نعم. بيقولك أنه هذا الذهب موجود أكثر من 60% بأمريكا، ما معروف 100% أو أقل، مش معروف. هذا من جملة الأشياء أنه في عنا أرقام ومعلومات مغيبة. نعم. هلأ هذا الذهب اللي موجود بأمريكا. نعم. أنت عم تحكي على الأرتكلز المكتوبين واستنادا لقلهم أنه صحيح. الذهب موجود. صحيح. بأمريكا، ولكن هذه بناء على معطيات علمية مش بناء على أراء شخصية. فإذا أنا أحط فنزويلا على جنب وبياخد مثل تركيا وألمانيا وهولندا اللي هني حلفاء للأمريكان وما ردوا لهم الذهب، لما يجي لبنان يقول لهم يا امريكا تفضلوا اعطوني ال 286 طن ذهب لانه بدنا نتصرف فيهم، بدنا نبيعهم، بدنا ننهنهم، بدنا نسيلهم، بدنا نستعملهم لدعم العمله اللي شو ما كان، نستعملهم ضمان لليورو بوند او شو ما كان، بيقدر يسترجعهم؟ لا. وبالتالي حتى لو كان في قرار من مجلس النواب بدنا قرار سيادي من امريكا لحتى يقولوا تفضلوا ايها اللبنانيون هاي الذهبيات تاعكم، يعني وثبت انه ما حيردوه. هيدا الحل مستبعد، مش مستبعد يعني مستحيل، لانه سياق الاحداث اللي حصلت وفي ظل العقوبات والحصار الذي يمارس على لبنان من قبل امريكا مين بده يتوقع انه يعطونا اياهم؟ متفائل جدا يعني. عضو كتلة التنمية والتحرير النائب أنور الخليل رأى أن الحكومة تتجه نحو هيكلة الدين. كان وصلنا إلى هذا الحد من الدين الذي سيصل في آخر العام 2020 بتصور أنا بحدود 100 مليار. هذا مش شغلة بسيطة، ولسوء الحظ أنه ملف واحد منهم وهو ملف الكهرباء يغطي ما يقارب 52% من مجموع الدين، مما يعني أنه ملف الكهرباء يجب أن يكون أول الملفات التي تأخذ الحكومة عملية حله بشكل سريع و بدون أي تردد على الإطلاق. مجرد ما أنه نشيل ملف الكهرباء من عملية التسويف والتأخير والتردد بالحل لا يمكن أن نجد حلول مؤاتية لإصلاح عميق في الدولة.
إقفال مؤسسات وتسريح عمال وشلل في الحركة الاقتصادية لعاصمة الجنوب يستوجب تحركا سريعا لوقف الكارثة الاقتصادية. تحقيق عبد المولى خالد. مع تفاقم الأزمة الاقتصادية الناجمة عن ارتفاع صرف الدولار وانخفاض القيمة الشرائية لليرة اللبنانية والسياسة النقدية التعسفية المتبعة بحق المودعين واحتجاز أموالهم عن طريق التقنين بعمليات السحوبات المالية، ومع هذا التفاقم المتدهور والمتصاعد وتدهور عجلة العمل في القطاعين التجاري والصناعي، أجبر بعض أرباب العمل في صيدا والجوار على صرف عشرات العمال والموظفين. رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في صيدا والجنوب عبد اللطيف الطرياقي تابع هذه الأوضاع مع الجهات الرسمية المختصة وطالب بدعم حقوق العامل وتحسين ظروفه الحياتية والمعيشية. أنا اليوم وجه سؤال لوزارة العمل إنه شو الإجراءات اللي لازم تاخدها بهيك حالة؟ يعني ما بدي أقول إنه ما حدا بحب يسكر، أكيد ما حدا بحب يسكر مصلحته، لكن في مؤسسات كتيرة عم تعمل شبه أقفال، وبالتالي عم يصير العامل لا بالبر ولا بالبحر زي ما بقولوا، روح غيب 3-4 أشهر وبعدين من نحكي نحن وياك أو نص راتب. هذه الأمور لازم بداية وزارة العمل تتدخل بجدية بكل المناطق. لما كنا نقول وزارة العمل، الضمان، وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة الاقتصاد، لازم هول كلهم يكونوا مشكلين خلية عمل تقدر تنتج حلول. أنا صاحب العمل اللي سكر ما فيني أجبره أقول له لا بدك تفتح حتى لو ما عم تبيع، لكن هيدا العامل اللي بالشارع مين بده يستوعبه؟ سألتني عن القنبلة الموقوتة، إيه هيدي قنبلة وستنفجر قريبا. هي أزمة حقيقية بدأت تنخر بالمجتمع اللبناني لترتفع في هذه المرحلة نسبة البطالة لتصل إلى حدها الأقصى، ومعها يدخل فعليا لبنان في النفق المظلم. أهلا بكم. طلب البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الدولة بإيجاد السبل للخروج من الأزمة ووضع البلاد على طريق الحل. الأنظار موجهة إلى الحكومة الجديدة التي تسلمت كرة النار بشجاعة، آملة بمؤازرة الجميع الوصول إلى خلاص مركب الوطن الذي يحملنا جميعا إلى ميناء الخلاص. ولذلك لا ينظر إلى الحكومة بموقف المتفرج والمشكك، بل بموقف المؤازر والمسؤول. كلنا مسؤولون عن كلنا. النائب حسين الحاج حسن وخلال لقاء حواري في بدنيل أكد أن رئيس الحكومة والوزراء بدأوا بإعداد وتنفيذ خطط إنقاذية، مشيرا إلى أن الحكومة تقوم بأوسع مروحة من المشاورات، والمطلوب إعطاؤها فرصة، ومسألة 30 سنة من السياسات الخاطئة النقدية والاقتصادية لا يمكن حلها ب30 يوما. هذه الحكومة بغض النظر كيف تشكلت، لكن هذه الحكومة عندما تأخذ قراراتها هي حكومة سيكون كل اللبنانيين مستفيدين إن نجحت في قراراتها، وسيكون كل اللبنانيين متضررين إن أفشلها البعض بمحاولات إفشالها. الوقت ليس وقتاً للمزايدة السياسية، وليس وقتا للنكايات السياسية،
وليس وقتا للهدر، بل الوقت هو اليوم ثمين جدا وداهم، وبالتالي المسؤولية الوطنية تقتضي العمل بالنصيحة ولو أحيانا بالانتقاد لإنجاح هذه الحكومة بما فيه مصلحة لجميع اللبنانيين. النائب جورج عيس، وخلال ندوة نظمتها القوات في زحلة، رأى أن ثورة 17 تشرين هي المعبر للدولة. هذه الثورة يا أخوان إذا ما لح تسمي الأمور بأسمائها لح تفقد ثقتها أو ثقتنا فيها. يعني هذه الثورة إذا لح تضل ما تسمي أساس المشكلة اليوم اللي عم نعاني منه بلبنان، اللي هو وجود لويدة إلى جانب الدولة، اللي هو وجود طبقة سياسية عم ترفض إنه تتحاسب، ما بنكون عم نعمل شيء. عظيم جدا شعار كلهم، يعني كلهم ونحن معه، ولكن نشعر بألم وبمرارة إنه هذا العنوان عم بيفقد من مضمونه، عم بيفقد من قوته. شو يعني كلهم؟ يعني كلهم كلهم يعني كلهم يعني نسمي كل واحد شو مسؤوليته، وكل واحد مسؤوليته معروفة. تحت شعار ثورة الجياع مستمرون ورفضا لسياسة التجويع والغلاء، نظم حراك صيدا تظاهرة شعبية انطلقت من مستديرة إيليا مرورا بشارع رياض الصلح وانتهاء بساحة النجم. المتظاهرون حملوا شعارات ضد سياسيين المنظومة الفاسدة مطالبين باسترداد المال المنهوب. وفي الميناء في طرابلس انطلقت مسيرة من أمام مستديرة الجروبي تحت عنوان كن معنا من أجلك وأجل عائلتك، وانضم إليها عدد من ثوار طرابلس، وجابت المسيرة شوارع المدينة مدينة الميناء ورفعت خلالها الأعلام اللبنانية، وردد المشاركون هتافات منددة بالسياسيين وحملوهم مسؤولية الغلاء والأوضاع المعيشية الصعبة. أفادت الوكالة الوطنية للإعلام أن المدعو ميم شين ألقى قنبلة داخل منزله إثر خلاف مع أشقائه في شارع الثقافة، ما أدى إلى انفجار أو إلى انفجارها وإصابته مع 4 من أشقائه، وحضر إلى المكان الصليب الأحمر ونقل الجرحى إلى مستشفيات المدينة. وفي الأخبار الإقليمية، زلزال سان بقوة 5.8 على مقياس ريختر ضرب الحدود الإيرانية التركية بعد زلزال صباحي بقوة 5.7 درجات. وكان وزير الداخلية التركي سليمان سويلو قد أعلن أن عدد القتلى الأتراك جراء زلزال إيران بلغ 9 قتلى، إضافة إلى إصابة 37 آخرين، وقال إنه أطلع الرئيس التركي على معلومات حول الزلزال. أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن طائرات روسية شنت غارات جوية عدة استهدفت محيط تجمع القوات التركية المتمركزة في معسكر المصطومة جنوب مدينة إدلب، وأطالت غارات الطائرات الروسية مناطق متفرقة من جبل الزاوية وجبل الأربعين جنوب إدلب، بالإضافة إلى قصف صاروخي مستمر بعشرات القذائف الصاروخية على مناطق جبل الزاوية. وأشار المرصد إلى وصول تعزيزات ضخمة للجيش السوري إلى محور كفر سجني في جبل الزاوية. وفي الخبر الأخير، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان أن قواته قتلت بالرصاص فلسطينيا زعمت أنه يشتبه في أنه وضع قنبلة قرب حدود غزة، مشيرة إلى أنه في أعقاب أحباط هجوم بالقرب من السياج الحدودي في وقت سابق انتزعت جرافة تابعة لجيش الاحتلال جثمان أحد المهاجمين الذي استشهد برصاص الاحتلال، فيما أصيب 3 بجروح. مشاهدينا، إلى هنا نأتي إلى ختام نشرتنا، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.